ارجعوا إلى مبادرة السيد الرئيس لجمع شمل مصر، ستجدوا فيها كل ما ترغبون، إلا أن يكون هناك تنازل عن رئيسنا محمد مرسي، فدونها أرواحنا. رئيسنا محمد مرسي. بالتأكيد عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري يريد أن ينهوا هذا الموقف قبل دخول رمضان، فأرادوا إنهاءه وليس لهم سبيل لإنهائه كما يظنون أو كما يتخيلون إلا بهذا القتل. لو قتل في هذا الميدان الآلاف لن نغادر هذا المكان إلا ونحن موتى مدنيين سلميين قتلونا برصاص وبدم بارد أو معنا رئيسنا.